أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تصميمه على المضي قدما في مكافحة الإرهاب والإصلاح الاقتصادي، وذلك في خطابه الأول عقب أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية أمام البرلمان، متعهدا أن يكون تحقيق السلام المجتمعي شاغله الأكبر في السنوات الأربع المقبلة، فضلا عن اهتمام بملفات التعليم والصحة والثقافة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. هكذا أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية ثانية أمام مجلس النواب بعد فوزه بأغلبية ساحقة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ليواصل ما بدأه من إنجازات قبل 4 سنوات من الآن. وفي مراسم تقليدية غابت منذ ثورة 25 من يناير، وقف السيسي كأول رئيس يؤدي اليمين الدستورية في البرلمان عقب الثورتين اللتين شهدتهما البلاد، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة وحلقت الطائرات العسكرية فوق سماء العاصمة ترسم بتشكيلاتها علم مصر. ووسط تصفيق النواب، أكد السيسي في كلمة بعد أداء اليمين أن قبول الآخر وخلق مساحات مشتركة وتحقيق التوافق والسلام المجتمعي سيكون شاغله الأكبر في ولايته الثانية التي تمتد ل4 سنوات مقبلة. إنني أؤكد لكم أن قبول الآخر وخلق مساحات مشتركة فيما بيننا سيكون شاغل الأكبر لتحقيق التوافق والسلام المجتمعي وتحقيق تنمية سياسية حقيقية بجانب ما حققناه من تنمية اقتصادية. ولن أستثني من تلك المساحات المشتركة إلا من اختار العنف والإرهاب والفكر المتطرف سبيلا لفرض إرادته وسطوته. كلمة السيسي التي بدأها بطلب الوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء حملت كذلك الخطوط العريضة لبرنامجه خلال الفترة المقبلة، التي أكد أنه سيولي خلالها التعليم والثقافة والصحة اهتماما أكبر بجانب المضي قدما في مكافحة الإرهاب والإصلاح الاقتصادي، متعهدا بأن يكون رئيسا لكل المصريين. وقد تحققت نجاحات المرحلة الأولى من خطتنا، فإنني أؤكد لكم بأننا سنضع بناء الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة القادمة. صانع الاستقرار الساعي إلى نهضة المحروسة، هكذا عرف المصريون السيسي خلال ال4 سنوات الماضية، الذي يخطو يومه الأول في الولاية الثانية وهو يعلن لنفسه قبل الجميع بأن قيادة دولة بحجم مصر أمر لو تعلمون عظيم، إلا أن أمال وأحلام المصريين ما زالت معقودة عليه لتحقيقها في السنوات ال4 المقبلة.